مثل العادة وقبل بداية كل موسم كروي بالجملة والمفرق بيوصلوا اللاعبين الأجانب للتجربة إلى لبنان، البعض لا يستحق حتى التجربة بملاعب الأندية اللبنانية، لكن الأندية دائما بمحاولة لعبارة شهيرة البحث عن اللاعب السوبر. بصراحة كتار أو قليل هن اللاعبين كتار يلي وصلوا، لكن قليل يلي تنطبق عليهم هالصفة كلمة السوبر، بوقت يلي السماسرة عم يسرحوا ويمرحوا فيه بمكاتب الأندية وبملاعبها، وعم يستقطبوا معهم بعض اللاعبين الأجانب يلي ما بيصلحوا أبدا للعب ببطولة الدرجة الأولى. كتار أيضا من المفارقات يلي كنا عم نشوفها بملاعب لبنانية منها استقدام لاعبين بالجملة، تدريبهم، تحسين نوعيتهم البدنية وإشراكهم مع الأندية على سبيل التجربة، وهي الأمور يلي أيضا ما أدت إلى نجاح كتير كبير بالموسم الماضي. نتذكر كلنا استقدام لاعبين أفارقة وبرازيليين فرق كاملة من دون أي نتيجة. على كل حال قضية الأسبوع رح تعالج هالملف، ملف اللاعبين الأجانب يلي عم يجوا على الدوري اللبناني. رح نتابع بالتقرير سوا أبرز الأمور يلي قدرنا نراقبها وقدرنا نلتقطها من الملاعب. تعتمد كبار الأندية العالمية على التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين من أجل تطوير القيمة الفنية للدوري المحلي وإخراجه بطريقة بترفع من أسهمه، وبالدول العربية بينطبق الأمر نفسه، حيث بتتسابق الأندية للتعاقد مع لاعبين كبار بنهاية مسيرتهم بأوروبا لنقل خبراتهم وتجاربهم إلى. أما بلبنان فالوضع مختلف تماماً، لاعبين أجانب مغمورين بحطوا رحال كل موسم من أجل تجربتهم، وبعض الأندية تلجأ للتعاقد معهم بفعل حسابات خاصة وسمسرات بين بعض الإداريين وما يسمى بوكلاء اللاعبين. طريقة لبنان باستقدام الأجانب ما بتشبه حدا، وعدد الوكلاء بات يوازي عدد اللاعبين من دون ما يكون في آلية تضبط الدخول بهالمجال أو أوننته، وبيظل اكتظاظ السوق اللبنانية بالوكلاء. صرنا نشوف بالدوري المحلي لاعبين من موريتانيا وقرغيزستان وغيرها من الدول يلي منتفوق عليها كرويا بمراحل. اللي احنا عم ندور عليه هو اللي يكون عنده القوة الجسدية الصحيحة، ركض السريع، التكنيك مش مهم، التكنيك بيختلق مع الألعاب اللي موجودة بقلب الملعب حسب المدرب اتجاهه. المستفيدين من هالمنظومة كتار، لكن الاستفادة شخصية، أما الفايدة الكروية بتنتفي خصوصا بعد سقوط اللاعبين الأجانب عند أول اختبار على أرض الملعب. المضحك المبكي أنه بعد وصول لاعبين موريتانيين للبنان ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بموريتانيا بالخبر، لكن على طريقتهم الخاصة، حيث اعتبروا أنه انتقالهم للدوري اللبناني حيضر بمستوى اللاعب. الموريتاني مولاي أحمد خليل كان قريب من التوقيع مع سموحة المصري، لكنه سقط في الفحص الطبي وحط الرحال بنادي الأنصار. ما بعرف كتير عن الدوري اللبناني، لكن بتمنى أنه ساهم بتطوير الكرة المحلية ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات والبطولات. ومن الأساليب المستخدمة عند بعض الوكلاء هو استخدام مجموعة كبيرة من اللاعبين دفع وحدة تحت راية ما يسمى بفريق الأجانب، حيث بيخوضوا مباريات ودية مع أندية مقابل الحصول على خدمات اللاعب يلي بينال إعجابهم. وهالشي شفناه بالموسم الماضي عبر فريقين استخدمون أشخاص لبنانيين من البرازيل وأفريقيا بمشهد أعدنا بالذاكرة لأيام تجارة الرقيق. اليوم تطور مفهوم تسويق اللاعبين الأجانب عند البعض، حيث بيتوا بيعتمدوا على فتح أكاديميات خاصة لتدريب اللاعبين الأجانب من عمر صغير وتطوير مستواه وعرضه على الأندية. نحن هدفنا بإنشاء هذه الأكاديمية هي تدريب لاعبين موهوبين محترفين لكرة القدم، إذا كانوا أجانب ولا لبنانيين. عم نستورد أجانب من برا لندربهم ونعملهم محترفين حتى لها نوردهم لنوادي لبنانية بلبنان بالدوري الأول، وحتى كمان نوردهم لنوادي خارجية خارج لبنان. هذا العمل راح يساعد في تطوير الكرة اللبنانية، لأن راح نعتمد على اللاعبين الأجانب اللي هم السوبر بلاير اللي راح يرفع من قوة الدوري اللبناني. سياسة أخرى بيستخدمها البعض عند تسويق لاعب أجنبي، حيث بيعرضوا على الأندية لاعبين بغير المركز الشاغر بالفريق، ومع شوية علاقات مع الإداريين بتتم التعاقد مع اللاعب. الأوضاع المالية السيئة عند بعض الأندية تدفع للتعاقد مع أجانب بأرخص الأسعار، والسمسار بيستغل حاجة الفريق للأجانب بمقابل مادي قليل وبيسوق للاعبينه يلي وجودهم بشكل ضربة سلبية للدوري المحلي.
رامي سعود وكيل اللاعبين المعروف على الساحة اللبنانية من فترة كتير طويلة، مساء الخير. شفتك عم تضحك خلال التقرير، وخصوصا بعد ما ذكرت مسألة الاستيراد والتصدير واللاعبين بالجملي اللي عم يوصلوا. يعني هو الريبورت اللي عملته بضحك، بس بنفس الوقت اللي بيشتغل بالفوتبول وبيحب الفوتبول وبيهتم بالفوتبول بلبنان ببكي. يعني بكل بساطة سمعنا مدرب بأكاديمية خاصة باللاعبين الأجانب، وهي شغلة يمكن مفارقة جديدة بلبنان، بيقول انه هن عم يصنع لاعب أجنبي سوبر ليكون عم يساعد اللاعبين اللبنانيين والأندية اللبنانية. هل فعلا وصلنا لزمن انه يكون في أكاديميات خاصة باللاعبين الأجانب؟ المشكلة على طول بالمفاهيم. بالنسبة له الحكي عنه هو مفهوم للفوتبول وكيف بيقدر يعمل لاعب فوتبول أجنبي ويسوقه بعدين للأندية، بس هي هذه الأمور ارتكازها تجاري بحت، وبعتقد على فترة كتير قصيرة بعدين ما بتكمل يعني كل سهولة. بس المشكلة مش هون، المشكلة مش اللي عم بيجيبوا لاعبين ولا عم بيسمصوا على اللاعبين ولا عم بيستخدموا لاعبين بالجملة، المشكلة بالأندية اللي بتفتح أبوابها لمين ما كان، مين ما كان فيه يتصل فيهم ويقول لهم عندي لاعب، والمدرب يسمع للاعب ينزل على التمرين يلعب مباريات ودية، فترة تحضير الفريق اللي لازم هو يفوت فيها على دورة الدرجة الأولى، بيكون كل الأندية مجهولة هي بس تجرب لاعبين أجانب. هلا هو بالعلن بيقولوا إنه نحن عم نتحضر للدورة، هو فعليا بيكون فترة اختبار حوالي الشهرين للاعبين أجانب. طيب يعني هاللاعبين يلي عم يجوا بشكل كتير كبير بالجملة إلى الأندية، اليوم الأندية عم تتكلف أيضا مصاري إنها تجيبهم من برا تستقدمهم، خصوصا عم يكونوا على حسابها بغالبية الأحيان. مش 99% مش مزبوط هذا الحكي. أغلبية اللاعبين اللي عم يجوا بالجملة بهالطريقة إن في أشخاص عم بيكونوا محليين هون بيقضوا وقتهم على الإنترنت، ومن أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية بيجيك اتصالات بيجيك إيميلات إنه نحن لاعبين أمنونا الفيزا ونحن بندفع حق التيكت ومنجي. على وعد النادي بس عم يأمن تأشيرة الدخول بالمبدأ، أوقات بيكون غير نادي عم بأمن تأشيرة الدخول، بيوصل اللاعب بروح غير نادي وبتوقع المشكلة وببلش الخلاف على اللاعب، خصوصا إذا طلع مثل ما صار بقصة مايكل هيليكبي وترابلس والسلام والراسينج لاعب ترابلس. هيدا دليل على الطريقة الهاوية اللي بتتبعها الأندية باستقدام اللاعب. يعني بس بدك تجيب لاعب مثل مايكل هيليكبي تفتح له تأشيرة الدخول على لبنان، أنت أوريدي بتعرف اللاعب، المفروض اللاعب يكون موقع عقده قبل ما يوصل على لبنان، مش يجي على لبنان بعدين يوقع عقده. هيدي بس بحال اذا بدك ما تفوت بهالمتاهات والمشاكل يعني بين الأندية. ايه مساله التجارب، يعني اليوم مايكل هيليك بيلاعب لا يحتاج للتجربه، كان عم ينافس على لقب الهداف بالموسم قبل الماضي مع فريق طرابلس، مثل ديالو على سبيل المثال يلي سمعنا انه وصل ليكون موجود مع العهد من بعد مرور بالدوري المجري وبالبرتغال ايضا، وسمعنا يعني انه رفض انه يتجرب. هل في لاعبين فعلا اجانب مزدوجين بيحترموا حالهم ما بيقبلوا يتجربوا؟ هي مش فكرة احترام او مش احترام، هي المشكلة نحن عم نفتش انه المشكلة على طول من الشخص اللي جاي لعنا، هي المشكلة بالواقع هي داخلية، هي من عنا منطلقة من الاندية. في بس بدك تستقدم لاعب في طريقة لتستقدم اللاعب ولتتعاقد معه. بكل النوادي على مستوى الدرجة الاولى او الدرجة الممتازة ما في شيء اسمه تيجي تجرب لاعب، بدك تكون اوريدي انت خلال الموسم عم بتتابع لاعب نادي تاني او بلد تاني، عندك كشاف خاص، علاقات مع ايجنت بروفيشنال خصوصي، عم بتتابع اللاعب خلال كل الموسم لتقدر توصل انت لمرحله تقتنع فيها انه هيدا اللاعب يقدر يقنعك ويجي على فريقك يوقع عقد ويلعب معك 90 دقيقه لفتره 22 مباراه اللي هي فتره الدوري اللبناني. هون عندنا الفكره انه منجرب، بس نجيب لاعب مثلا بسيفيتو لاعبين باربع خمس دول مثلا وعامل ريكوردز وكل شيء، المدرب بس بيكون عم بتفكيره عم بجربه، شو عم بجرب فيه؟ اذا تكنيكه منيح او اذا فيزيكلي منيح او اذا تكتيكلي منيح. فهي الفكره فكره هاويه بالمبدا، وهو النادي اللي بده يمشي على الطريق الصحيح لازم يكون خلال الموسم عم بتابع لاعب عم بيلعب يمكن بنفس الدوري المحلي، عم بيلعب بدوريات محيطه، ويتابعوا مش لمباراة واحدة، مباراة واثنين وثلاثة، ليقدر يوصل الجهاز الفني لتقرير فني بيرفعوا للإدارة وعلى أساسها بيتم التعاود على اللاعب. نحن بلبنان قاعدين وننتظر اللاعبين يجوا لعنا، ما في منا. طيب رامي، لما تستقدم لاعب أنت أجنبي شو بكون مطلب الأندية؟ هل هو البحث، يعني بنشوفه عم يجربوا أجانب بكميات كبيرة كل الأندية من دون استثناء، هل هو البحث فعلا عن اللاعب يلي بيتمتع بإمكانيات فنية
شو ما كان الثمن انه يتعاقدوا معه بلبنان، او بيكونوا عم نبشوا عن اللاعب المقبول المنيح ويلي سعره كمان بيقدر يتحمله النادي. لا هيدي ولا انت برايك اللي بجرب عدد كميه لاعبين هيك بيكون عم بيعرف شو عم بيعمل؟ بكل بساطه مش عارفين السبب ليه بجرب هالقد لاعبين، لانه السبب مش عارفين شو بده، يعني بمخيلته هو عم بيشوف العمل بلكي مش عارف الحسن. النادي ما بدنا نظلم الانديه، ما منهم عارفين هاللاعبين اللي بتجيبوا لهم اياهم انتم كبوكلا ما بيعرفوا اسمائهم، منهم لاعبين مشهورين فما بيعرفوا مستواهم. هو عاده النادي يجربوا عاده بس تعرض لعيب عنده اوريدي ريكوردز ولاعبين بمحل في المجال بالانترنت بلكي من صعب. يعني شفنا اللاعب احمد مولاي اللي اجى على الانصار، اللاعب الموريتاني فشل بالفحص الطبي مع فريق سموحه المصري واجى على لبنان ووقع مع الانصار عقد. يعني حيلا لاعب تستقدمه النادي لازم يعمل له فحص طبي، اذا منصاب ببين بشكل سهل، بس هو المشكله الانديه ما عم بتجرب اللاعبين باختبار كرمال تشوفها اذا منصابه او مش منصابه، كرمال توقف على مستواها. ما في لاعب بالعالم بيجي بيقدر بخلال 3 4 ايام يفرجيك هو قد ايه قادر يعطيك خلال مرحله دوري كامله. يعني هيدي مثل اللي بيكون المدرب اللي بياخد قرار انه يتعاقد مع لاعب يتعايش معه 10 اشهر بأربع خمس أيام، بيكون يعني بيكذب على حاله يعني بيكذب على غيره. يعني طيب رامي، شفنا ظاهرة منا شايفينها قبل، استخدام لاعبين بمجموعة تدريب مع مدرب على الصعيد البدني، وسمعنا عم يقولوا مش مهم الجانب التقني، وبالتالي محاولة تسويقهم بالكرة اللبنانية. هل نحن فعلا أمام جراجات؟ يعني مثل ما انت بتجيب سياره مضروبه من برا بتصلحها وبتبيعها، يعني معلش اسمحوا لنا فيها بين مزدوجين عم نقول كلمه، هل نحن فعلا امام ظاهره من هالنوع؟ يعني تجاره واضحه للاعبين؟ هيدي الظاهره ما كانت بتنشئ بلبنان، السبب الاساسي فيها هو عدم وجود قوانين تضبط هالشيء، والانديه اللي فاتحه ابوابها لمين ما كان. مين لازم يضبط هالشيء بقوانين؟ الاتحاد اللبناني. وهلا في منع الاتحاد مؤخرا اقروا قصه الانترميديير بدل الفيفا ايجنت، صح، بس بالنهايه الاتحاد لو شو ما عمل قوانين اذا ما الانديه هي عملت سيلف بروتكشن، يعني حميت حالها بطريقه وعرفت طريقه الشغل كيف لازم تكون، هول الاشخاص ما كانوا انوجدوا. طب هل غلط هيدي الظاهره برايك؟ اكيد كثير غلط، واكبر دليل مستوى اللاعبين اللي عم بيجوا على لبنان. في اي لاعب تم التعاقد معه من خلال هالقناه يلي وصل من خلاله؟ في كتير معظم اللعيبه يعني عم ينجحوا بعملهم هالجماعه يلي عم يجهزوا اللعيبه يحضروا. اكيد، والانديه عم بتساعدهم ينجحوا بعملهم، لان اخر شيء انا برايي بفكروا فيه المستوى الفني. هو بالعلن بالاعلام نحكي كتير عن المستوى الفني وافاده اللاعب للفريق وهيدا، بس عمليا على ارض الواقع فينا السنه ما نتوفق، فينا سنتين ما نتوفق، مش على مدى 20 و25 سنه نفس الفين مع بينعاد كل سنه. انديه يعني انت هلا حضرتك اذا بتتصل بنادي وبتقول عندك لاعب بيقول لك تفضل جيب لي اياه على التمرين. كل بساطه اذا واحد قاطع من حد ملعب التمرين وفات وتعرف على المدرب او بيعرف حدا بالاداره بلبنان برات لبنان، في هلا لاعبين عم بيجوا عن طريق الوسط. ليه الاداريين بيفتحوا الباب لكثير من العالم؟ بدك تسالهم. يعني هو على طول في صعوبه، بس تشتغل مع شخص بروفيشنال الامور بتكون منظمه وهينه، بس تشتغل مع شخص هاوي بتوصل لهيدي النتيجه. طيب يحكى عن السمسرات بالعمليه البيع والشراء والتعاقد مع لاعبين اجانب، وانت اكيد على تماس مع الكثير من الاداريين بلبنان، هيدي تحصيل حاصل. تحصيل حاصل، هيدي 90% من الديل اللاعب ما بوقع اذا ما بتصير هيدي الامور. اوف كلام كبير، وبطريقه كثير هاويه. يعني حتى بيورو فينا نحكي ما اكبر الانديه واكبر ترانسفيرز في كوميشنز بتندفع وهيدا، بس بيكون الطريقه اللي عم تندفع فيها يعني مش بالطريقه الهاويه اللي بتصير. وفق عقود واضحه، وفق عقود واضحه وعارفينين شو عم بيشتغلوا. طيب هون شو بيقول الاداري مثلا لوكيل اللاعبين على سبيل المثال كرمال يقبل هاللاعب ينضم له؟ حسب علاقته فيك، اذا شافك مش كثير لين معه هيدا اكيد بيستبعدك وبيجيب حدا ثاني. في مشكله هي مفهوم اصلا شو معنات وكيل اللاعبين بالنسبه للانديه، الانديه بلبنان تعتبر انه وكيل اللاعبين هو شخص سمسار. عم بيجي لا حتى عم بيجي يعرف النادي على هاللاعب وبعدين بياخذ مثل ما بقولوا الحلويني تبعه وما عاش له علاقه بالموضوع. فهيدي ما فينا نسميها يعني وكيل لاعب بالاساس. طيب اليوم في كتار من اللاعبين الاجانب يلي وصلوا على لبنان، وكنت عم تتابع كاس النخبه وكاس التحدي، صح؟ في عنا لاعبين يعني يقال انه مستواهم كاجانب افضل من الاجانب اللي كانوا عنا بالموسم الماضي، يعني شفنا كبيرو موسى بالموسم الماضي، كان عنا ايضا لوكاس جالان من اللاعبين الاجانب المميزين، رضوان الفالح بالنجمه، شفنا العديد من اللاعبين المميزين الاجانب، اليوم يلي وصلوا ووقعوا مع الفرق وانت على متابعه حثيثه لهالمواضيع،
في عنا لاعبين أجانب أفضل من اللي كانوا بالموسم الماضي أو نحن إلى تراجع على هالصعيد؟ بعد ما فيك تحكم، لأن حتى اللاعبين اللي أنت ذكرتهم اللي هن بعدين اعتبروا إنه لاعبين جيدين، هن لاعبين إجوا واختبروا بغير أندية اللي مضوا فيها وما نجحوا واعتبروا لاعبين مش جيدين. المشكلة هون عم بتصير، المشكلة عم بتصير كيف طريقة الاختيار. واللاعب اللي عم يجي بفترة بهالفترة حاليا يعني أواخر حيكون أكيد إذا عم نحسب عم بيلعب كان بالدوري الموسم الماضي، إذا ما كان واقف هيدا موسم كامل يعني حوالي 3-4 أشهر مش لاعبين آخر مباراة. بدنيا حتى لو كان عم يتمرن individually ما حيكون حاضر ليقدر يعطيك 100% تبعيته. من شان هيك بنشوف كل سنة بداية الدوري اللبناني اللاعبين الأجانب معظمهم ببينوا مستواهم تدريجيا واطي، بعدين واحد أو اثنين بلشوا تدريجيا يرجعوا يعلوا لأن بيكونوا فاتوا بجو الفريق والكومبينيشن تبعيت الفريق، وهيدي شغلة كتير صعبة. وفي لاعبين على فكرة مضت قبل، وفي لاعبين تجي أوضع اختبارات لاعبين جيدين بس لأن طريقة الاختبار كلها غلط بغلط وطريقة التعامل مع اللاعبين غلط بغلط، فهاللاعبين ما بقيت بلبنان. سليم بن عاشور واحد منهم، نجم التونسي الشهير يلي لعب إلى جانب رونالدينيو، بعرف أنت سليم كنت عرب قدومه إلى لبنان. سليم بن عاشور يعني كاسم كاليبر لاعب ما أجا بعد على لبنان كلاعب أجنبي، هلا بغض النظر إذا أجا وقدر برهن هالشي بالدوري اللبناني أو لا، لأن أنت بتعرف بس تلعب دوري هو غير ما تلعب دوري بروفيشنال، الأمور بتكون أصعب بكتير. بس سليم عاشور بس إجا لهون اعتبر كأنه بتلو بتل حيالة لاعب أفريقيا عم بيجي حامل السكادو من أفريقيا وجاي، وتم التعامل معه يعني بطريقة كتير هاوية، فتم سؤاله مثلا شو هو شو بيلعب أي مركز وين كان يلعب قبل. فسليم بن عاشور وأتجاوب إنه اللاعب قبل ما يجي لازم يكون تعرفه عنه مش بعد ما يوصل تسألوه شخصيا، حتى انطلب منه يدفع أكله بالأوتيل ب 48 ساعة لنقعد فيها هون بلبنان. فنحن على طول بلبنان نعطي كتير صورة حلوة للخارج حتى نستقطب لاعبين ويكون الدوري عنا جذاب، فبنتعامل هيك بهالطريقة مع اللاعبين. من كلمة الدوري جذاب، لاعب الأجنبي السيء هل هو بدور نادي بدور اللاعبين يلي زملائه إلى جانبه أو عم يدور الفوتبول بشكل عام بلبنان؟ اللاعب الأجنبي ما فيه يضر الفوتبول بشكل عام، لأنه لو الفوتبول بخير ما فيه يجي شخص ويفركش سيستم كله راكب. المشكلة هون نقاط الضعف كلها بالفوتبول هو بتالحلقة متواصلة، يعني اللاعب الأجنبي هو نقطة بهيدي الحلقة، فإذا الحلقة كلها كاملة وكل شيء ماشي مزبوط ما في يجي لاعب أجنبي إذا كان مستوى سيء يضر بالفوتبول. طب إذا هيدا اللاعب هو عم يلعب بين 10 لاعبين، بس إحنا لازم نكون عم نبحث عن اللاعب الأجنبي اللي بيحتك معه اللاعب اللبناني وبيستفيد من هالاحتكاك معه تيرفع مستواه إن كان بالتمارين أو كان بالمباريات. كيف بدنا هيدا المتعارف عليه؟ كيف بدنا نبحث إذا نحن عنا مشاكل جمة لو حتى لو مين ما جبت هلا لاعب ما حتقدر تستفيد منه. نادي العهد مضى لاعب مواهب بعقد كتير كبير، النتيجة شو كانت؟ لأن نحن عنا بعد الأندية بلبنان والدور اللبناني منه قادر يستقطب هيك نوعية لعيبة لمليون سبب وسبب، منا مادة منا جماهيري منا دوري مش جذاب منا ما في انفراستراكتشر ملاعب للتمرين مزبوط منا مدربين سيئين كتير، يعني في كتير مشاكل. لو حتى مين ما جبت هلا لو حتى نادي العهد نادي الأنصار نادي النجمة قرروا يجيبوا لعيب حتى عقدهم مليون دولار حيعطيك نتيجة مثل اللاعب اللي عقده 50,000 دولار. طيب عم تشوف بعض الأمور يعني لا ما كنا معتدين عليها أو وصول لاعبين أجانب من بلدان غير مألوفة بالنسبة لنا على الصعيد الكروي، ولو أنه بتصنيف الفيفا يمكن بتتفوق علينا وهذا أمر منه مستغرب. على سبيل المثال موريتانيا اللي هي بالمركز 104 بفتكر على بترتيب الفيفا ونحن 149، لكن لاعبين من موريتانيا مش لاعب واحد، وصل عدد من اللاعبين، وهي ظاهرة شفناها أيضا ببعض المواسم أو خلال فترة الصيف يجي لاعبين بالجملة من بلد معين. هيدي الظاهرة شو بتفسرها؟ هل هو اختراق من سماسرة معينين عندهم مجموعة لاعبين بيحملون للبنان وعم ينجحوا بهالاختراق لأنه عم شوف اللاعبين عم يوقعوا مع الأندية؟ لا، في نوادي اوقات مثلا بقول لك انا جربت لاعبين من نيجيريا هالموسم بدي لاعبين من غانا، بصير هي حسب رغبه النادي وبتصير وقتها. طب حدا كان عنده رغبه يتعاقد مع لاعبين من موريتانيا؟ يعني من دون التقليل من شان الفوتبول بموريتانيا يلي على مستوى تصنيف الفيفا اعلى منا بالتصنيف، حتى هن اعتبروا انه لاعبتهم عم ينضروا عم يجوا لعنا مثلا مثل ما سمعنا. هيدا اكبر دليل انه نحن
عنا دوري يعني صيته مش جيد. هو هذا السؤال، هل وجود هيك لاعبين رح يرفع من جاذبية الدوري اللبناني؟ اليوم إذا عم نقول لوكاس جالان لاعب أرجنتيني لاعب باليونان هداف الدوري اللبناني لموسمين، والدليل انه راح احترف بالسعودية، اليوم موجود بالسعودية، مثل ما بنكون عم نقول انه عم نستقدم لاعب من بلد يعد بمستوانا او حتى يمكن اقل على صعيد الفوتبول، اذا بدنا ناخد الدوري تبعه بعين الاعتبار مطرح ما عم يجوا هاللاعبين. هو عم بقول لك عم بترجع المشكلة هن مين اللي عم يختار هون اللاعب، يعني هذا اللاعب الموريتاني او غيره من الجنسية هو ما اجى بالغصب على لبنان، اجى حسب رغبة نادي معين، هو حب يمكن اعتبر انه هيدا اللاعب حيقدم له اضافة معينة، وهون المشكلة بالاشخاص اللي هن عم بيستلموا هيدا الملف وعم بيستلموا طريقة ادارة هيدا الملف، وبالنهاية بس تجي تحكي معهم معتبرين انه هن كله صح والغير على خطأ، ولو نحن الصح والغير على خطا ما كنا نتيجه مستوانا هالقد. يعني كم لاعب من اللي شفته لحد هلا بهالصيف الميركاتو اللبناني اذا بدنا نسميه شفته يعني صالح ليكون عم يوقع مع احد الانديه اللبنانيه من اللاعبين الجداد؟ من اللاعبين الجداد ولا واحد بالمبدا. هلا يمكن قلت لك في مشكله انه معظم اللاعبين بيجوا مش جاهزين بدنيا، يعني يمكن بعد حوالي 4-5 مباريات من الدوري يكون اللاعب قدر يستفاد من هذه الفتره وفات بالجو، اذا خصوصا اذا الجهاز الفني عارف كيف يفوت اللاعب بجو الفريق، وهيدا موضوع ريسك يعني ما في شيء مضمون. بس حاليا انت بتسألني انه اللي شفته على الارض ما في شيء ببشر الخير يعني ابدا، مثل يعني المواسم اللي مضيت. كم لاعب عندك بالدوري اللبناني حاليا؟ السنه ما احتكيت في حدا لحتى، ما كان عندي رغبه للصراحه يعني. يأست مش موضوع يأس، موضوع عم باخد مثل قررت اخد هيك شوي بريك يعني لانه بتعبوا ستريس على الحل. ليش؟ شو السبب؟ رجعنا شو اللي بيطلبوه منك يعني؟ رجعنا في عدد يعني انت كان عندك بس تنذكر وتنوضح قدام المشاهدين انه من لاعبينك اللي كانوا بالموسم الماضي لوكاس جالان، رودريجو لاعب الاجنبي تبع الصفا، ايضا كوني لاعب الاجنبي تبع الصفا، رودريجو واحد من اللي كانوا حاسمين بنهايه الموسم، يعني عندك لاعبين احرزوا بطوله الدوري، عندك لوكاس جالان احرز الهداف، مين عندك بعد ذكرني بالموسم الماضي؟ بس هول ثلاث لاعبين بيكفي يعني ثلاثه على ثلاثه في هو بالدوري اللبناني يعني صعب كثير تحط اكثر من لاعبين لثلاث لاعبين يعني صعب، لان على كميه ما يسمى وكلاء اللاعبين بالسوق، فصاير اذا بدك تتصل بنادي بيكون معش له الشخص المسؤول عن هذا الملف معش حابب يسمع عن هذا الموضوع. يعني في فت مره على مكتب نادي معين السيفيات على طاوله المكتب بالكيلو، يعني ما بعرف اذا قدمهم وقت يفتشوا على الانفورميشن، وهيدا اكبر دليل انه نحن عم نشتغل بطريقه ما بنعرف شو بدنا وعم نرتجي الامور، وبس ينجح اللاعب اذا نجح استروبيا بنعتبر انه نحن عملنا انجاز وجبنا لاعب جيد. طيب انت ايضا وكيل اعمال المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش مدرب المنتخب اللبناني، وبسمعوا دائما لرادولوفيتش عم يشكي وعم بيعاني مع اختيار اللاعبين اللبنانيين، ودائما بيشكي ايضا من طريقه بعض الانديه بالتدريب، وايضا بيشكي من اللاعبين الاجانب الموجودين، بيقول انه في كثير لاعبين اجانب بدون المستوى يعني وجودهم حتى عم يضر بعض اللاعبين اللبنانيين اللي ما قدروا يكونوا على ارض الملعب 100%. بيشكي من رادولوفيتش، شو بيقول عن هالموضوع كله يعني موضوع الاجانب؟ يعني اكيد بيكون في احاديث بينك وبينه يعني بخصوص. اكيد الاحاديث بيناتنا، هو بالمجمل كل شيء بلبنان اللي بنحكى بالاعلام الشخصي الحكي الشخصي بيكون هو تقريبا العكس، ومش بس رادولوفيتش بيشكي من نوعية التمارين، اللاعبين اللبنانية بس يرجعوا ينضموا لمعسكر المنتخب هن أول مين ببادر مثل ما بقولوا ينقوا ونقلوا الصورة للمدرب شو عم بصير معهم بالتمارين، علاقتهم مع مدربينهم مع الأجهزة الإدارية تبعيتهم، في كتير مشاكل هي بتنحل لو بس في رغبة إنه تنحل، يعني على هذا الصعيد عم نحكي يعني، بس نحن بلبنان مخبيين وراء اصبعنا وما حدا بده يشوف وين المشكله ويحلها، مبسوطين ماشيين هيك وعم نضلنا ماشيين هيك. بالزمانات كنا نشوف لاعبين مميزين على الصعيد الاجنبي، يعني شفنا ايرول ماكفرلين، ديفيد نكد، يعني لاعبين حتى كان بامكانهم بهديك الفتره يحترفوا بالعالم العربي، تومي جاكوميلي، حتى ماكيتا ديوب مرق من الاجانب المميزين، يعني عم بعطي امثله مش
يعني مش على سبيل الحصر بهذا الموضوع. اليوم شو بيمنع الأجنبي المميز يعني أو خلينا نقول مستوى متوسط مش مستوى عالي جدا أنه ما يكون موجود بالكرة اللبنانية؟ هل هي وأنت بتعرف الأجور يلي عم يتقدوها الأجانب أكيد. هل الأجور يلي عم تدفع للاعبين الأجانب قليل كتير وعم تخليهم بعاد عن الفوتبول اللبناني؟ أول شيء الكاتيجوري اللي بتجي هي على لبنان عادة بالمجمل لأن اللاعبين الأفارقة بعضهم المحليين يعني مش المحترفين بأوروبا. هيدي الكاتيجوري اللي كنا نجيبها بالتسعينات واللي كانت الأندية تتباهى أنه هن عم بيستقدموا لاعبين جيدين بطل تجي هلا لعدة أسباب. أول شيء الأمور انفتحت كتير بالعالم، صار اللاعب حتى الأفريقي أو اللاتيني بطل عنده الجهل اللي كان عنده إياه قبل، صار عنده معلومات عن كل دوري وعن الوضع بكل دوري. الموضوع المالي، نحن من قبل كنا مثلا نستقدم لاعب عقده قيمة عقده 50,000 دولار وبعدنا لهلا معتبرين انه هيدي هي ذات القيمة من 20 سنة لهلا عم بتجيب نفس قيمة اللعيب. هو صار بدك تضرب هذا المبلغ 5 مرات لتقدر تجيب نفس نوعية اللاعب اللي كنت تستقدمه بهالمبلغ. كمان مشاكل الدوري اللبناني، كمان اعلاميا نحن يعني انا كنت بالسعودية من فترة ما في شخص بلتقى فيه غير ما بيسألوني اللي بلبنان في فوتبول يعني في. شو كانت ردة فعلهم على لوكاس جالان؟ ردت الاحتراف مع الطاقس ردت فعلهم كانت كتير جيدة ومتأملين انه يطلعوا يعني كانوا متابعينه؟ اكيد اكيد كانوا متابعينه عالميا. لا لا كانوا متابعينه وكان عندهم سكاوت اجا على لبنان وحضروا رغم انه فريق درجة تانية بس تنوضح رغم فريق درجة تانية وبيعتين 3 مرات اشخاص على لبنان وحاضرين وهيدا النادي اللي هو درجة تانية بالسعودية بيبعت سكاوتس على افريقيا بيقعدوا حوالي الشهرين بيتابعوا لاعبين كرمال يقدروا يتعاقدوا مع لاعب واحد جيد. نحن هون بنقعد ونستورد اللاعبين مثل ما بالريبورتاج قالوا استيراد وتصدير وكل نادي حوالي 15-20 لاعب اوقات يعني بتخيل فترة شهر ونص نادي عم بيختبر من 15-20 لاعب اجنبي ما بعرف شو عم بيختبر فيهم ما بعرف شو متوقع واخر شيء بس يتم الموافقة هيدا اللاعب الاجنبي ببلش الدوري وببلش الملامة على وكيل اللاعبين اللي جاب اللاعب ما بصير الملامة على المدرب اللي وافق عليه فنيا وعلى الإدارة اللي وافقت عليه إداريا بتم الاتصال بوكيل اللاعبين وبينقال له باللغة العربية الفصيحة غشيتنا وما في مصاري وما في مصاري طب ممكن يكون عندنا لاعبين فلتت شوط يكونوا مثل ما صار معنا سابع يعني محمد كالون بيير بويا هوار مولا محمد العراقي كل هاللاعبين يلي انطلقوا من لبنان على اوروبا 100% بالغلط وصلوا او الوضع كان افضل الوضع كان افضل شوي بس مع الوقت حتى محيطنا بالدول المحيطه كله عم يتحسن الا نحن ما عم نتقدم يعني حتى اللاعب العراقي والسوري رغم المعاناه يلي عم تكون موجوده ببلده والمشاكل بنعرف الكره العراقيه على صعيد الامكانيات الماديه حاليا بالدوري العراقي ما عم يقبل اللاعب العراقي بقى يجي على لبنان واللاعب السوري رغم كل المصاعب عم يفضل يروح على الخليج خبريه مثل نكته يعني في شفت من فتره لاعب حوالي عمره 16-17 سنه بالكوت ديفوار كنت عم بقول له عن مزح انه بتقبل تجي تلعب بالدوري اللبناني بتلعب بلبنان حتى شخص مش رايح بعده على مدرسه ومش متعلم وما عنده ثقافه وما عنده معلومات رفض حتى فكره انه يجي على الدوري اللبناني فعنا نحن مشكله كتير كبيره من هالناحيه بس قلت لك قبل ما نصلح الامور اللي عنا نحن نحط ستراكشر مضبوطه وسيستم مضبوط بلبنان بعدين بنبلش نفكر نستقدم لاعب اجنبي لان اللاعب الاجنبي هو ما بيجي غصب عنا نحن اللي عم ننقيه بالنهايه قبل ما نظبط وضعنا ما عنا القدرة نستقدم لاعب حتى لو شو ما كان مستواه ما حيفيدنا عمليا يعني وبس ما يفيدنا منحط مثل ما قلنا الملامة انه اللاعب اللي ما بيعطي موسم جيد ومنلاقي الحجج كل الحجج اللي هي بس بتعلق باللاعب ومين استقدمه مش بالمين اختاره بس خلينا نكون واعيين ايضا اليوم اذا نادي اذا انت عندك نادي رئيس نادي وبدك تستقدم لاعبين لبنانيين لتعزز صفوف فريقك ما في لاعبين مميزين بلبنان يعني اليوم حتى في حاجة لإضافة لاعب أسيوي ربما على أرض الملعب على أنه تبحث عن لاعب لبناني جيد المشكلة في عنا يعني الأجنبي هو حاجة ضرورية للأندية حاجة بلبنان. ضرورية بس رجعنا لأصل لا في ناس بيقولوا لك يعني سوري عم أقطعك في ناس بيقولوا لك خلينا نلعب باللبنانية أحلى من هالأجانب اللي عم تجيبون هيدا بيكونوا عم يرتجلوا بس عم يحكوا حكي كرمال إنه يعبوا مقابلة أو شي شغلة أو لا يقولوا يفرجوا إنه هن عارفين شو عم بيقولوا هيدا حكي هواة يعني هو الأجنبي بس يصير بالفريق بصير لاعب كرة قدم بتلو مثل حيلا لاعب بالمجموعة
ما عادش بتفرق اذا هو شو جنسيته، محلي مش محلي. الفوتبول هو كولكتيف جيم، لعبه جماعيه. اللاعب الاجنبي بس بده يجي بده يغطي مركز واحد اللي هو النقص عند الفريق. نحن بنجي بفرطه التحضير مش عارفينين شو ناقصنا، وكل فتره صغيره كم يوم بنغير تفكيرنا بالمركز اللي بدنا اياه، ومنفوت بديباجه تجريب اللاعبين الاجانب. اخر شيء بس نوصل لمرحله انه خلص صار الوقت قطع وما عادش في مجال، بنختار مثل ما بيقولوا على الهوا لاعبين ثلاثه، وباقي الموسم بنحط اللوم عليهم للاعبين، وكانه اللاعب حط لهم شيء بالمشروب يعني لحتى يوقع معهم. هذه الشغله اللي بنشوفها اكثر بالبلدان الخليجيه مش بلبنان، يمكن انه الحق دائما على الاجنبي وعلى المدرب. ايه بلبنان نفس الشيء. لا بلبنان مش حتى المدرب يتملص من المسؤوليه، بيقول لك مش هيدا اللي انا شفته. ما بعرف شو معناتها هيدي الجمله. مدرب يختبر لاعب حوالي الشهر، بيلعبوا حوالي لنحسب في لاعبين بيلعبوا من 14 ل 15 مباراه وديه، يعني بيلعب الدوري اللبناني مرحله التحضير. اخر شيء المدرب بيقول انه مش هيدا اللي انا شفته، فالسؤال بينطرح شو شفته؟ بكل بساطه يعني. طب بس يمكن وكلاء اللاعبين عم يغشوا فعلا الانديه والمدربين. وكيل اللاعبين ما كيف بده يغش بهذا الموضوع؟ وكيل اللاعبين عليه انه يعرض اللاعب، النادي عليه انه يستقصي معلومات عن هذا اللاعب. بيرجع اذا عنده الامكانيه، عنده سكاوت كشافه معينين، بيبعت او المدرب او مساعد المدرب على الدوري اللي هو عم بيلعب فيه اللاعب، وبحط تقرير فني عن اللاعب وعلى اساسه بتم استخدامه. بس اكيد بس تشوف اللاعب بالدوري عنده ما حتيجي من اول نهار بلبنان تشوفه بنفس المستوى، لان لا مجموعته لا السيستم اللي راكب فيه كان هو راكب فيه نفس الشيء، فبده كله بده وقت. وحتى في لاعبين، معظم اللاعبين اللي انت سلميتهم اللي هن اعتبروا انه هن برزوا بالماضي منهم هوار مولا محمد، هوار مولا محمد بيحكي لغه عربيه ومن نفس البيئه تبعيتنا، ومنتخب عراقي كان باقي كل مرحله الذهاب لقدر يتاقلم بالدوري اللبناني، وكان حتى لو ما المدرب وقتها حماه المدرب العراقي كان بدهم يفسخوا له عقده. ونفس الشيء بالنسبه للاعب السوري عبد الرزاق الحسين، اول شهرين طلعت الصرخه انه هو لاعب مش جيد، بعدين اكتشفوا انه هو لاعب جيد. على طول بنكتشف يعني الامور مع الوقت، يعني على امل انه نكتشف اللاعبين الاجانب المميزين فعلا تيكون موسم من الفوتبول. موجودين اللاعبين المميزين، موجودين، لازم نحن نشتغل الطريقه الصح، واللاعب الصح بيجي بسهوله يعني. بس طالما نحن متبعين انه اجيب اللاعب واذا عجبني برجع بدفع تكاليف السفر وتكاليف الاكل وتكاليف ما بعرف شو، يعني منعاني بهالامور. بس يجي اللاعب على اختبار، حتى انت بحاجه لتعمل اوقات 10 ل 12 اتصال بالنهار بس كرمال تامين وجبه غذائيه للاعب اللي عم بيتجرب، وهالوجبه ما بتوصل اوقات على الوقت، وبيرجع المدرب بلوم اللاعب انه ظروف السكن كمان. بعرف انه بعض ظروف السكن يعني في تفاصيل ما دخل يعني ما لها علاقه بشيء اسمه استقدام لاعب، بتفوت فيها بتفوت بمشاكل. اخر شيء اللاعب بياثر على نفسيته للاعب على فكره، خلال نفسيته الاختبار. بدنيا تفكيره. في لاعبين بيهربوا ما بقى بدنا. ايه في، انا بس جايب بس يعيشوا الظروف. انا جايب لاعبين كثير هربوا مش بطريقه ما بده بقى يبقى. انا كنت اطلب منه بس قطع هاليومين ثلاثه كرمال انه تفل بطريقه منيحه. بس في كثير لاعبين ما بيكون عنده الرغبه يكملوا، بس يشوفوا خصوصا الانفراستراكشر، نوعيه التمارين، الاجواء كيف بتصير. يعني في لاعبين اجانب بفوتوا على الملعب ليتجربوا بيبقوا اسبوع 10 ايام، المدرب المدير الفني تبعو الفريق مش سائله شو اسمه، بعيط له باسم البلد تبعو. شيء مفاجئ صراحة وصادم ومؤسف أيضا، على أمل أنه الأمور تكون أفضل بالفترة المقبلة قبل انطلاق الدوري. شكرا لك رامي سعود لحضورك معنا الليلة، وأكيد رح يكون لنا متابعات لهالقضايا معك تحديدا، متخصص بهالأمور.